أصعب مرحلة هي دايماً البداية. حملات الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم حوالينا في كل مكان في العالم وحققت نتائج هائلة. إن الأوان نبدأ حملتنا في مصر. كلنا إيد واحدة لحماية سيدات مصر. الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ابتدت المشوار. والمشوار مش هيكمل إلا بوجود حضراتكم. محتاجين دكتور معانا في كل مكان. مستنيينكم.